أهلا وسهلا بحضراتكم. أيوة أنا متحيزة للمرأة، وليه ما كنتش متحيزة؟ المرأة المصرية أنا متحيزة لها جدا، ما أنا بنت المرأة المصرية وأختها وقريبتها ومواطنة مصرية، وليه ما كنتش متحيزة مرأة مصرية مشرفة؟ بالأمس الحقيقة يعني حضرنا أمسية غاية في الجمال، شرفتها بالحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والحقيقة الأمسية كانت رائعة، تكريمات وتقدير وعطاء واعتراف بالمرأة المصرية اللي هي أيقونة حقيقي، أيقونة كمان في المجتمع المصري. السيدة انتصار السيسي كانت حريصة إنها تكرم المرأة المصرية وتكرم نماذج مختلفة ومتنوعة، وإنها تكون بجانب المرأة المصرية، وإنها تقدم الكلمة وكأنها بجد تعرف كل ما يدور داخل البيوت المصرية. في النهاية هي أكيد وبالتأكيد تشعر بكل ما تشعر به المواطنات المصريات. الأمسية كانت رائعة من الحب والمحبة والتقدير، خصوصا وإن المرأة المصرية هي الحضن الدافئ لكل بيت مصري، وهي أيضا السند العظيم في المجتمع المصري. المرأة بجد المصرية كمان مقدرة للوطن جدا، وبتقدر كل ما يقدمه الوطن، وده اللي حرصت عليه السيدة انتصار السيسي، إنها كمان تؤكد على إن المرأة المصرية إزاي بتقدر تعيل الأسرة، وإزاي بتقدر تقدم نماذج للمجتمع، وإزاي المرأة المصرية هي السند الدائم لبلدها ولدولتها. أمسية كانت جميلة، تكريمات، الجميع الحقيقة كان يعني في حالة كده من الفرح والبهجة، لأنه الحقيقة الأمسية كانت كمان متنوعة ما بين الشابات وما بين الفئات العمرية المختلفة وما بين المجالات المختلفة، حتى الفتيات الصغيرات نورونا وشرفونا في هذه الأمسية. كانت أمسية رائعة، هذه هي المرأة المصرية، فبالتالي أنا لازم أكون متحيزة في هذه الليلة للمرأة المصرية اللي بقدم لها كل تحية طول الوقت. طيب تعالوا نبدأ بقى أخبارنا في التاسعة. اليوم أشرف دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، وتابع بنفسه سير عملية الإفراجات بباقي المواطن الموانئ المصرية المختلفة. ده طبعا الحقيقة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، وتسهم أيضا في توفير السلع بالأسواق وتحقيق توازن وانضباط للأسعار. وخلال الحقيقة حديثه تطرق سيد رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وأكد أيضا أنه يعني هناك خطوات مهمة جدا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. زي ما حضراتكم متابعين الصورة دي كلها الإجراءات اللي كانت موجودة، وأيضا البضائع الموجودة في ميناء الإسكندرية، وفي الصورة بنتابع مع حضراتكم السيد رئيس الوزراء وهو يتفقد بنفسه للإفراج عن كل هذه البضائع، اللي بالتالي بإذن الله هتقدر إن هي يعني يحصل انضباط من جديد بإذن الله في السوق زي ما حضراتكم متابعين. الصورة اليوم من ميناء الإسكندرية، وأيضا تابع السيد رئيس الوزراء أيضا باقي الموانئ المصرية. تعالوا نتابع كده مع حضراتكم تفاصيل مختلفة، هنتابع مع حضراتكم من خلال الأستاذة هند مختار، وهي محررة مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع. أستاذة هند مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا استاذ شفقي وعلى كل المتابعين حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. وطبعا بما انك المراه المصريه وانا كنت بتكلم، فخليني اقول لك كل سنه وانت طيبه اولا بايضا يعني بعيد المراه المصريه وايضا بشهر رمضان. طيب خلينا ندخل في الموضوع استاذه هند، يعني الصوره اليوم ومتابعه رئيس مجلس الوزراء ووجوده بالاسكندريه في ميناء الاسكندريه، عايزين نعرف التفاصيل اليوم كانت عامله ازاي. اتفضل. النهارده طبعا كانت الزياره مهمه جدا، وكان فيها دلالات ورسائل واضحه من رئيس الوزراء انه بمجرد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج الفوري عن كافه البضائع المتواجده في المواني، بدات الحكومه تتحرك. والنهارده كان في مش بس ميناء اسكندريه، كان في كمان ثلاث مواني اخرى بيتم الافراج عن البضائع. يعني سريع لو هستعرض مع حضرتك ابرز الرسائل اللي قالها رئيس الوزراء ونشرحها للمصريين وبسطها بطريقه يعني
كل بيت مصري، لان حضرتك عارفه ان الشغل شاغل حاليا المصريين هو الحديث عن الاسعار وارتفاع الاسعار ومدى تنخفض الاسعار. النهارده رئيس الوزراء قال ان توحيد سعر الصرف وما قام به الحكومه المصريه بالجهود مع البنك المركزي هو هدفه في الاساس مواجهه الازمه الاقتصاديه ومواجهه ما حدث في الفتره الاخيره من ارتفاع في اسعار السلع، لان وجود سعر الصرف ادى لتفاقم الازمه، و الذي اطلقه رئيس الوزراء ان هو سبب حاله من الاكتئاب للمصريين نتيجه ارتفاع الاسعار، وبالتالي تدخلت الدوله بالجهود المتوجهه مع البنك المركزي وتم توحيد سعر الصرف علشان يكون في ضبط للسوق السوري، توجيه واضح وصريح لوزاره الداخليه بمتابعه وملاحقه. طيب هو انا مش سامعاكي كويس، يعني نتمنى انه الشبكه تبقى منضبطه ونقدر نكمل السؤال. فعايزه اسالك سؤال ايضا استاذه هند، يعني الناس هتسال يعني بالنسبه لهذه البضائع اللي موجوده على الصوره وعلى الشاشه، هل هي بقى بالسعر القديم ام بسعر الدولار الجديد؟ هو طبعا الافراج النهارده اللي تم ده توحيد سعر الصرف تم بالامس، فمجرد الافراج عن البضائع ونزولها للاسواق ده هيكون مش بيتحدد بسعر الصرف القديم او الجديد، هو بيتحدد بالانخفاض، مرتبط بعامل انخفاض الاسعار. تمام. يعني النهارده تم الافراج على يقرب من بقيمه ما يوازي 77 مليون دولار من البضائع والسلع، كان في مقدمتها السلع طبعا الاستراتيجيه الاساسيه وبعد كده مستلزمات الانتاج. علشان كده ما تم الافراج عنه النهارده بمجرد نزول السوق هيحدث نوع من الاستقرار في الاسعار، هيحدث. طب انا هستاذنك، عايزه اقف هنا برضو، ده مزيد من التطمينات لمواطننا الكريم. احنا بنتكلم على بضائع مهمه جدا، بنتكلم على سلع اساسيه، فبالتالي هذه السلع وهذه البضائع اللي هتنزل الى الاسواق هيحصل وفره في هذه السلع من جديد، فبالتالي ان شاء الله تهدأ الاسعار نتيجه لهذه الوفره. هل الكلام ده كده يبقى منضبط؟ بالظبط بالظبط، يمكن حضرتك عارفه ان بمجرد نزول السلع للاسواق هيحدث نوع من الانخفاض التدريجي، مش هيحدث بين يوم وليله، بس طبعا هيبقى فيه انخفاض تدريجي للاسعار. ده بالنسبه للسلع الاساسيه نحن متفقين، بالنسبه لمستلزمات الانتاج احنا بنتكلم على عدد من المصانع اللي كانت في حاله انتظار انه يجي لها مستلزمات الانتاج، وبالتالي تدور عجله بعض المصانع اللي كانت متوقفه بسبب هذه الازمه، فاعتقد ده برضه هيعمل على دايره الانتاج من اول وجديد، وده مهم جدا للاقتصاد المصري. وهيبقى في سيوله طبعا اداريه متوفره للمنتجين والمصنعين، فهيقدروا اي عقبات كانت تواجههم بعد قدره البنك المركزي على توفير السيوله الدولاريه اليوم هيبقى على كل شيء متاح، وكل عقبات قدامهم يعني تم تجريحها، هيكون في مرونه وتوطين من للصناعه المصريه. زي ما بنقول ان الازمات بتعلمنا، فما مر به مصر الفتره الماضيه يعلمنا ان احنا يعني الجهود اللي بتتبعها الدوله حاليا هو تعميق التصنيع المحلي الاعتماد على المنتج المحلي، يعني تحسبا لحل قدر الله حدوث اي ازمات بطريقه مره اخرى. طيب لو خدنا عنوان وقلنا ان الحكومه في الشارع وعلى راس الحكومه السيد رئيس مجلس الوزراء موجود بنفسه في الموانئ المصريه، هل ده ايضا علشان يدي دفعه، يدي تطمينات ويتاكد بنفسه بان كل الاجراءات تسير بسرعه ويتم الافراج سريعا على كل ما هو موجود في الموانئ المصريه؟ الحكومه طبعا بتعمل على قدم وساق بمجرد صدور توجيهات السيد الرئيس، الوزراء بيتابع بنفسه الملف ده. النهارده كان متواجد، كان حواليه الوزراء، كان بيدي رساله طمانه، كان الشغل الشاغل ليه هو رساله الطمانه للمواطن المصري ان كل ما تقوم به الدوله المصريه هو الهدف يكون الايجابي على المواطن نفسه، والدليل ان هو موجود وبيتابع في افراج تم للسلع، في افراج تم للمستلزمات حتى الادويه. وكان يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا اكد عليها رئيس الوزراء، قال ان توفير العمله او المستلزمات هيكون ليه حاجات رئيسيه فقط لا غير بتهتم بيها الدوله المصريه في الوقت الحالي، اولها السلع والاعلاف والمواد الخام وكمان مستلزمات الانتاج والادويه. الفتره اللي فاتت كان في نقص في بعض الادويه خاصه المستورده، حاليا بقى في نوع من الانتعاش بعد ما تم من الرغبات عن الادويه. أكيد إحنا نتمنى الخير، الصورة بتؤكد الحقيقة هذا الدأب والاهتمام اللي موجود لدى الحكومة وبالتالي أيضا رئيس مجلس الوزراء الأستاذة هند مختار محررة مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع ومدير تحرير اليوم السابع، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما تابعتم هذه هي الصورة، الحكومة في الشارع، الحكومة تتابع عن كثب كل الإجراءات حتى يتم الانضباط أيضا للشارع المصري. زي ما حضراتكم شفتوا هذا الاستقرار اللي هنبدأ نلمسه، مش هنبدأ نلمسه
النهاردة أو بكرة أو بعد، ولكن قريبا جدا هنبدأ نلمس تدريجيا كل شيء هيتم سريعا بإذن الله. تحرير سعر الصرف وضبط آليات السوق هيكون مهمة قوي. فكرة أنه كمان السلع الأساسية اللي حضراتكم عايزين تطمئنوا عليها والإفراج الجمركي بالنسبة لها حاجة زي الأعلاف، فبالتالي الأعلاف لما تبقى متوفرة وموجودة نبدأ نحس بأنه أسعار الدواجن واللحوم تبدأ تنخفض تدريجيا، يعني كل شيء يبقى في انضباط. طول ما احنا مهتمين، طول ما احنا بنشتغل كلنا ايد في ايد، الحكومه في الشارع، المواطن كمان بيعمل شغله، اعتقد ان الدايره كده تبقى مكتمله، وان شاء الله يبقى عندنا انفراجه هنحس بيها على طول يوم بيوم باذن الله. باذن الله شهر كريم علينا وشهر كله خير باذن الله، دخلت رمضان علينا هتبقى كلها خير وبركه باذن الله. في التاسعه الليله لدي الحقيقه اخبار كثيره ولدي ايضا فقرات متنوعه، استاذنكم ان تعودوا الينا بعد فاصل قصير، تفضلوا. أهلا وسهلا بحضراتكم، وخلينا نتكلم كده ونقول إنه حضراتكم هتتابعوا من اليوم وعلى مدى حتى الشهرين اللي جايين هتتابعوا أشياء كثيرة جدا تكتب على مصر وعلى ما يحدث خاصة في الاقتصاد المصري، خصوصا أنه من أول الصفقة الكبيرة لرأس الحكمة وكل العناوين الأوروبية والأجنبية والاقتصادية، بالذات المجلات والاقتصادية المهتمة بالشأن الاقتصادي كلها بتشيد بما يحدث الآن وما يحدث في مصر. اليوم أشاد بنك مورغان ستانلي بقرارات البنك المركزي الأخيرة، وذلك طبعا بشأن السعر العادل للدولار، مؤكدا أنه تلك القرارات الحقيقة بتمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري. وذكر البنك في تقرير له اليوم أن معظم التحركات اللي اتخذتها الدولة المصرية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة، احنا عارفين طبعا أنه تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات، وطبعا ده قالت عن الإعلان عن كمان قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولي للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس، وده طبعا دي إشادة ببنك مورغان ستانلي. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل من الزميل أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ورئيس قسم الاقتصاد. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا استاذه شفقي، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم على هذه الاشادات، خصوصا اشاده بنك مورغان ستانلي وما اشاد به من قرارات للمركزي، تفضل. هو الحقيقه طبعا اجراءات مهمه اتخذتها الحكومه المصريه على مدار الفتره الماضيه، وامس اتخذها البنك المركزي برفع سعر الفائده بنسبه 6%، بالاضافه الى طرح شهادات مرتفعه العائد، بالاضافه الى كمان كل الاجراءات المتعلقه بالافراج عن 2 مليار دولار باك لوجز او سلع عالقه في المواني، وشفنا رئيس الوزراء طبعا النهارده بيتم الافراج. بنك مورغان ستانلي واحد من اكبر البنوك العالميه، بيتوقع رفع الكريدت ريتنج او التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ودي بيسموها حاجه في عالم الاستثمار الفيوتشر اوتلوك او النظره المستقبليه. يعني ايه النظره المستقبليه؟ ببساطه شديده هي التوقعات المستقبليه الخاصه بمعدلات نمو هذا الاقتصاد، قدرته على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالتالي بيتوقع هذا البنك العالمي رفع التصنيف الائتماني لمصر، وكمان تعديل النظره المستقبليه الى نظره ايجابيه، لان كل الاجراءات اللي بتتم يا استاذه شفقي في الاصلاح الاقتصادي المصري في مرحلته الثانيه وهي الاصلاح الاقتصادي الهيكلي بيركز على جذب تدفقات استثمار اجنبي مباشر بقيمه سنويه تتراوح ما بين 12 الى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. شفنا صفقات كبيرة الحجم زي صفقة رأس الحكمة وصل 10 مليارات دولار لخزائن البنك المركزي المصري، وستصل خلال المرحلة المقبلة باقي الدفعات، بالإضافة إلى أن صفقات استثمارية كبرى بتعقدها مصر في قطاعات زي الزراعة، زي الصناعة،
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التحتية، المجالات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر. وبالتالي الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو بكل قطاعاته المتنوعة قادر على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وببساطة شديدة علشان السادة المشاهدين، أي استثمار أجنبي مباشر بيجي البلد يعني رؤوس أموال بالعملة الأجنبية، يعني بتدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي بتقوي الدولار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في عملية المرحلة المقبلة وهي توحيد سعر الصرف اللي تم في إجراءات البنك المركزي أمس، وده بيشجع الاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والفلوس ورؤوس الأموال اللي بتضخ بالعملة الأجنبية بتزود حجم الإنتاج من السلع والخدمات، أكيد بتزود معدل نمو الاقتصاد، وبتشغل عمالة أكتر، وبتصدر أكتر، لأن مصر بتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة الصادرات المصرية إلى هدف 145 مليار دولار في أكيد. عام 2030 تدريجيا. أكيد إحنا نتمنى كل الخير، وأنا أتوقع الحقيقة بعد كمان يعني التوقيع والاتفاق النهائي مع صندوق النقد ان هيكون في اشادات اكثر واكثر بما يحدث في الاقتصاد المصري من قرارات على ارض الواقع. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد يعقوب، مدير تحرير اليوم السابع ورئيس قسم الاقتصاد. هنفضل نتابع ده مع حضراتكم بشكل كبير، زي ما قلنا هيفضل دايما الاهتمام بالاقتصاد المصري، خصوصا انه الفتره اللي فاتت كان الحقيقه يمكن كان في تقارير ومقالات كثيرة جدا عن ما يحدث وعن الأزمات اللي موجودة، فبهذه الانفراجة وأيضا الخطوات اللي بتتخذها الحكومة والمركزي أعتقد أنه بدأ يكون في اهتمام أكثر، وحيبقى في إشادة أكثر بما يحدث في أرض الواقع بالنسبة لمصر. الخبر اللي أنا هقوله لحضراتكم ده دلوقتي، أحيانا إحنا في هذه المهنة بتاعتنا مهنة الإعلام يمكن حضراتكم بتشوفونا كده على الشاشة بنشتغل، لكن الحقيقة المهنة بيبقى فيها أساتذة كبار، أساتذة بيبقوا أساتذة بالنسبة لنا، ممكن يبقى منتج ويبقى مخرج يبقى مصور يبقى موجود معانا، مش شرط يكون قدام الكاميرا، لأنه الحقيقة المهنة مش كلها بس المذيع اللي بتشوفوه قدام الكاميرا، لكن في بيبقوا أساتذة موجودين وبيضيفوا للمشهد الإعلامي كثيرا والمشهد الفني كثيرا. واحد من هؤلاء الحقيقة يعني خبر حزين يعني منذ ساعات، وهو رحيل الأستاذ الكبير المنتج والمخرج الأستاذ طارق الكاشف. أستاذ طارق الكاشف الحقيقة كان لي سبب في ظهور الكثير من المواهب في مصر، وأنا أحط بنفسي خطوط كثيرة جدا، بل هو من صنع مواهب كثيرة في مصر، وأيضا من صناع العديد من الإعلاميين، إعلاميين كبار جدا وفنانين في مصر. طارق الكاشف مخرج ومنتج كبير، اكتشف الحقيقة أصوات مهمة جدا وقف جنبها ودعمها، منهم الفنانة الجميلة والصوت الجميل سيمون، فنان هشام عباس، عايدة الأيوبي، قدم كمان فيديو كليب لناس مهمة جدا حضراتكم يمكن كنتوا بتستمتعوا بيها ومش عارفين مين هو رائد الفيديو كليب في البداية، يعني لو انت بتتكلم على أجمل الفيديو كليبس اللي كانت موجودة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، فانت بتتكلم عن فيديو كليبس حلوة جدا اتقدمت لراغب علامة وسميرة سعيد ولطيفة وهشام عباس وأسماء كتير طبعا وسيمون وأسماء كتيرة جدا. طارق الكاشف كمان كان ليه فضل في اكتشاف إعلاميين بيقعدوا كده هنا موجودين على الديسك وبيبقى له توجيهات الحقيقة في منتهى الرقي، هو صانع، هو موهوب، هو مبدع، هو حاجات كتيرة جدا. خبر أليم جدا وفاة الأستاذ والمبدع الكبير المخرج طارق الكاشف. خليني أخد هذه المداخلة مع الفنانة سيمون. مساء الخير يا سيمون. أهلا بحضرتك يا أستاذة شفكي. الحقيقة خبر رحيل الرائع يعني الفنان والمبدع والمنتج والمخرج طارق الكاشف خبر كان مؤلم لينا جميعا. ده حقيقي، أنا أول ما سمعت الخبر من شويتين كده يعني ما صدقتش ودموعي غلبتني الحقيقة طبعا. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مقدمة رائعة، بس هو إنسان بالظبط كده اللي حضرتك بتقوليه، أنا كتبت البقاء لله أجمل إنسان
أول من اكتشفني وآمن بموهبتي وعمل أجمل شرايطي وأول فيديو كليب في العالم العربي اللي هو كان تاكسي، وأغلب كليباتي كلها هو اللي عملها لغاية ماشية وساعتي مش مظبوطة. إنسان عبقري، وفضلت علاقتنا وده الأهم، العلاقة الإنسانية بعد الشغل فضلت لآخر يوم مع الأستاذ العظيم طارق الكاشف، وأنا مدينة ليه بوجودي الفني كمنتج وفنان صحيح. وإنسان وأصيل كاشف المعادن، فالله يرحمه لأنه غالي وأنا ما بنساش فضله، ولأني لا أنسى الأصلاء وده مهم أوي. طبعا كلنا الحقيقة يعني كلنا أعتقد يعني إعلاميين كبار وفنانين ومبدعين، طارق الكاشف ليه عندنا يعني حاجات كتير قوي، يعني رصيد حاجات كتير قوي ورصيد كبير جدا. كلميني عن أول يعني سيمون، أنت كمان كنت يعني نجمة كبيرة جدا، وكنت الحقيقة بتمثلي الشباب يعني في هذا التوقيت، ما كانش لسه الناس معتادة على الفيديو كليبس، ما كانوش معتادين على الأغنية اللي بتتصور، وكان تقديم الأغنية بهذا الشكل كان لسه جديد وحديث، فعشان كده كانت بتقدم بمنتهى الرقي. الحقيقة كل كليباتك كانت أحلى من بعض. كلميني عن التنوع اللي كان بيعمله طارق الكاشف، وإزاي كان بيقنعك، وإيه الأفكار كانت عاملة إزاي؟ انا اصلا انا ما كنتش هبقى فنانه، كنت في اولى جامعه، وهو اول ما شافني وبص لي وشافني وانا بغني قدامه في المكتب كده قال لي انت هتبقي نجمه بوب ستار وهتبقي وحاجات كده غريبه وقتها، فانا ما فهمتش قوي. بس الحقيقه هو غير ان هو منتج عظيم، هو يعني عارفة لما حد يبقى شايف فيكي حاجة ويعملها فعلا، فهو أنا كنت فاكرة إن الموضوع كده يعني لطيف، إنما قال لي أنت هتبقي نجمة بوب ستار في الدنيا، بقى ماشي تمام. مع أول شريط عملناه، لأن وقتها كان بيبقى اسمه شريط، صح. قعد يختار الأغاني ونختار ويعمل، قال لي لا إحنا مش هنصور عادي، هنصور فيديو كليب زي الأوروبيين. وقتها كان الاوروبيين هم اللي بيعملوا فيديو كليب، العالم صح العربي ما كانش لسه، كنا صحيح بنصور كده في المسارح. صحيح فالحقيقه حتى الطريقه في تصوير البوستر اللي بيعمله، كان البوستر بيتباع، يعني انه صح يصور فوتوشوت، ازاي يعمل فوتوشوت، وهو ميزته انه كان بيستفيد مش بيستغل الحاجات الطبيعيه اللي فيا. يعني انا وقتها ما كنتش بعمل شعري، ما كنتش بعمل حواجبي، كنت بقى احط مكياج خفيف قوي، بلبس بطريقه بسيطه جدا. فهو ما جاش قال ايه لا 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 انا عايز اغير ده، لا بالعكس، ده هو استفاد بطبيعتي الطبيعيه في ادخالها في الفن عشان تبقى نوع جديد على المتاح وقتها. فالراجل ده وده اللي كان قريب من الناس بالنسبة لك يا سيمون، الناس جدا لان كان طول شباب الوقت فعلا. احنا بنحس ان انت البنت المصرية اللطيفة البسيطة اللي ممكن نشوفها ببساطة في النادي في الشارع، يعني عايشة معانا. يعني هو الحقيقة ميزته فعلا كطارق الكاشف كمان ما كانش طريقته في التحدث ولا الكلام، انا المنتج، ما عندوش، يمكن كمان من ذكائه انه قدامه شخصية من اول يوم لغايه دلوقتي انا شخصيتي ما اتغيرتش، عندي نفس الشخصيه. صحيح فهو ما بيتكبرش، أبدا، بيتكلم بهدوء بلطف بلذاذه، بيقنعك رقي، كان بكل عنده شيء، رقي عالي جدا. عنده رقي. ولغايه فضلنا سنين مع بعض لغايه اما امور الشرايط اتغيرت والدنيا اتغيرت وظهرت حاجات بقى مختلفه ويوتيوبات، بس فضلنا اصدقاء حتى لما هو ساب الموضوع خالص، فضلنا تربطنا صداقة جميلة جدا. وفي الوقت نفسه مؤخرا كنت أنا عاملة عندكم حفلة على الهوا، هو شافها وأنا قلت إن هو صانع هذا الكده، فكلمني مكالمة طويلة كنت أتمنى إن أنا أسجلها. طبعا قلت له، قال طبعا لي، قلت له ما حضرتك، قال لي حضرتي إيه بس، أنت تفوقتي على نفسك. قلت له ما لولاك أنا ما كنتش هبقى فنانة. قال لي لا انت عديتي واخترتي وعملتي اختيارات مبدعه بعد كده، لا 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 انت فوقتي توقعاتي بكتير. كان متواضع جدا، أوي كان راجل عظيم جدا، أوي أوي يعني أوي انا أوي بشوف انه ناس اقل منه في حاجات كتير قوي ما بتتصرفش وتتكلم بالطريقه دي. صحيح صحيح الله يرحمه بجد، هو الله انسان يرحمه رائع، حقيقي يعني وزي ما حضرتك قلتي هو اكتشف ناس كتير أوي وعمل ابداعات كتير،
والأهم فيه إن إنسانيته ما اتغيرتش خالص، لغاية آخر يوم. هيفضل في قلوبنا دايما، وبصماته موجودة في كل ما قدمه المنتج والمخرج العظيم طارق الكاشف. بشكرك شكر كبير جدا الفنانة الكبيرة سيمون، بشكرك شكر كبير. أنا عايزة أقول لكم حاجة يعني بجد، لأنه طارق الكاشف بالنسبة لي يعني أستاذ بمعنى. أنا فاكرة كويس قوي قوي وقت الثورة، أنا كنت بعمل حقيقة في إحدى المحطات العربية، وكنا وقتها مهددين من جماعة الإخوان الإرهابية، وكنا ما بنعرفش ندخل المدينة، وكان يكلمني وأنا نازلة من البيت عشان يتابع سير الطريق لحد ما اوصل. وصلتي على الباب، طب ايه رايك تلفي من باب كذا، طب روحي باب كذا، لا دي هتبقى امان، وتلاقيه واقف مستنيك على الباب، وتلاقيه قاعد يطمئن. فادخل الاقيه بيضحك ومبتسم، اقول له استاذ طارق الدنيا مولعه بره، الاخوان قافلين البيبان، الاخوان. فياخدني كده من ايدي يقول لي شافكي اهدي، طول ما عندنا شعبنا موجود في الشارع، طول ما عندنا نور منور في بيوتنا، طول ما المايه بتنزل من الحنفيه احنا في خير وامان، ولا هيقدروا علينا. كان عنده قدره على البساطه والتبسيط غير طبيعي، وكان هو كمان دايما ورانا كمذيعين، يعني يقول لك ملاحظات بشكل كبير، انت كنت قوي هنا، انت ليه سكت هنا؟ لا خشي في الموضوع ما يهمكيش، لا قولي اللي انت عايزاه. طارق الكاشف يحسب لي اداره اكبر برامج التوك شو حقيقه، وخصوصا ان هو كان بيشرف على برامج التوك شو مع كتيبه طبعا موجوده معاه لسنوات طويله يوميا. فانت بتتكلم على منتج، على مخرج، على فنان يروح يصور في لندن، يصور في باريس، يصور حاجه غير طبيعيه. الحقيقه معايا على التليفون يعني فنان كبير جدا، الفنان الكبير هشام عباس. انا فاكره كويس قوي، كنت عشت كتير يعني فترات في لندن، وكان بيجي فنان الكبير هشام عباس بصحبة طبعا المخرج الكبير طارق الكاشف عشان يصوروا فيديو كليبس مثلا في لندن، ويختاروا تفاصيل كتير. لكن مهما اتكلمت مش ممكن هتكلم زي الفنان الكبير هشام عباس اللي كان طارق الكاشف منتج ورفيق درب. الفنان الكبير هشام عباس، مساء الخير يا هشام والبقاء لله. لا اله الا الله. انا عارفه ان احنا اللي احنا بلغناك الخبر وانت ما كنتش عارف. للاسف ما كنتش اعرف. البقاء لله. وطارق طارق كان صديقي عزيز، وكان استاذي، ومش عارف انا كلمه كان دي بالنسبه لي صحيح يعني صعبة شوية. كان صاحبك يعني أنا فاكرة كويس قوي، أنا حضرت لكم تصوير فيديو كليبس كتير، كان طارق دقيق قوي ومهتم بتفاصيل كتير، وكان مؤمن بيك إيمان كبير جدا. هو كان معجبين جدا، وكان بيحب صوتي، وكان عنده إيمان بيا إن أنا هشام. يعني كان دايما يقعد يقول لي اوعى تخاف، وانت ما تقلقش من اي حاجه، انت اي حاجه تغنيها حبيبي هتوصل، انت عندك حاجه في صوتك وعندك حاجه في شخصيتك تخلي الناس تحبك دايما، وتخلي الناس يعني تتقبل منك اي حاجه. علمني كل حاجه انا اعرفها عن هندسه الصوت، علمني كل حاجه عن المايك وعن الميكسر وعن الميكسينج وعن على كل علمني كل حاجه، وعلمني كمان ازاي الواحد يبقى عنده نظره ثاقبه، وازاي الواحد يكون ياخد باله من مخارج الالفاظ بتاعته اللي هو بيغني بيها. صحيح، هو كان راقي جدا يا هشام، هو كمنتج أوي كان في أوي منتهى الرقي، يعني كان حتى يعني طارق الكاشف كان يراعي رقي الكاميرا في التصوير. يعني كنا نشوفكم في ابهى صوركم، يعني كان عنده نظره ثاقبه كده، يعرف يجيب الواحد بشكله المحبوب وشكله الجميل، ويقدر ان هو يخليكي تبقي مبسوطه وانت بتصوري، وصور لك كليبات كتير قوي قوي يعني. عملته حاله ابداعيه. ويعني بصراحة يعني أنا
I cherish يعني انا بجد بجد بحترم جدا وبحب جدا الفتره اللي طارق كان فيها المنتج بتاعي، طبعا وانا يعني بجد كان نفسي فعلا ان انا اروح انتج تاني معاه اغاني ويعني واكمل تاني معاه المسيره. يعني الحقيقة أنا ما كنتش بعرف إزاي كمان هو كمنتج ليك أنت، ولكن كمان كان بيصور لفنانين كبار، وكانت الأغاني مختلفة. يعني كنا نشوف كليب لهشام عباس، وبعدين نشوف حاجة رائعة لسميرة سعيد، بعدين نشوف راغب علامة، وبعدين نشوف سيمون. يعني هذا التنوع والقدرة على الإبداع، يعني هو نقدر نقول عليه هو رائد الفيديو كليبس اللي كانت في الفترة دي على الشاشة. هو بصراحة يعني كان عنده نظرة ثاقبة جدا جدا، فنية جدا، مبدعة جدا، very creative، حتى في توزيع الأغاني، حتى في الهارموني بتاع الأغنية، حتى في الليفلينج بتاع الأصوات والحاجات دي، كله صحيح. كان عنده بجد بجد كان عنده حاجة كده يعني ربانية، يعني ربنا حاططها فيه إن هو بيعرف يوصل للعيب الموجود ويصلحه ويخليه كمان حاجة حلوة قوي يعني. أكيد. فأنا أنا يعني عارفة إن إحنا اللي بلغناك الخبر، وإنه قد إيه صعب والكلمات صعبة جدا. الرثاء لطارق الكاشف الحقيقة من أصعب الأشياء في هذه الليلة. خلينا دايما، هو الفن هو الباقي، وهيفضل دايما اسم طارق الكاشف اسم يعني كبير وعظيم طول الوقت. الفنان ربنا يرحمه ربنا يرحمه كده. ويصبر أهله ويصبر مراته أكيد أكيد. ويصبر بناته الحلوين اللزاز وأحفاده، ويعني وإن شاء الله بإذن الله يعني يغفر له كل ذنوبه أكيد ويرحمه ويدخله جنته. أكيد. وأنا يعني مش قادر أقول لك قد إيه يعني أنا أنا راجل عارفة أنا عارفة أنا عارفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير هشام عباس، خالص التعازي لأسرة المنتج والمخرج الكبير طارق الكاشف الزميل العزيز، ولعائلته، وأيضا للوسط الفني والإعلامي. هذه هي حال الدنيا، ولكن كان لازم أن احنا نقول كلمة حق وكلمة رثاء لأحد الشخصيات المهمة اللي رسمت منتهى الرقي فن راقي مش ممكن أبدا ننساه. طيب تعالوا كده نروح ونكمل باقي فقراتنا اليوم. زار الحقيقة وفد وزاري من الشخصيات العامة مسجد، يعني مسجد الوسيم بالشيخ زويد، والمسجد الحقيقة ده لمتابعة عملية تطويره وافتتاحه. شايفين دي صور المسجد، فضلا عن زيارة جمعية الوسيم وملحقاتها لمتابعة المساعدات المقدمة للأهالي وتدشين عملية أيضا التوزيع، فضلا عن الإعلان عن مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن وجوائزها أيضا الموجودة وآلية التقدم لهذه المسابقة. كما تفقد الوفد أيضا مجموعة من القرى بالعريش، من بينها قرى الحسينات والوفاق وأبو طويلة في شمال سيناء، استعدادا لبدء تطوير هذه القرى وتوزيع المساعدات على الأهالي. وتابع الوفد أيضا عملية توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي المنطقة، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية لتطوير أماكن الزيارة. زي ما حضراتكم شفتم، أنا ببقى سعيدة جدا الحقيقة. العريش يعني كل يوم فيها تطوير، وفيها أيضا أشياء كثيرة بيتم تطويرها طول الوقت. مازال عندي فقرات كثيرة في انتظار حضراتكم. فاصل قصير نعود ونستكمل معكم التاسعة. أرجوكم عودوا إلينا. بكرة الدنيا ما بين الأحمر والأبيض. النهاردة اختتم الأهلي والزمالك الاستعدادات لنهائي كأس مصر اللي هيقام غدا في السعودية طبعا يوم الجمعة، وهيكون طبعا الأهلي والزمالك الاثنين الحقيقة داخلين الماتش بظروف غير عادية. تعالى كده نبص، عندك الأهلي مثلا بكل طبعا بغياباته وإصاباته الكتير، وكل يوم نسمع شكوك حوالين اسمه معين، اخرهم كان كوكا. في الزمالك اللي انت شايف جمهوره على الشاشه دلوقتي مش عارفين مين في خط النص، هل رؤى فعلا هيلعب مثلا؟ طب مين المهاجم بتاع الفرقه؟ اسئله كتيره قوي. فين يا جماعه جمهور الاهلي؟ يعني زي ما شباب بتجيبوا جمهور الزمالك تجيبوا جمهور الاهلي.
طيب خلينا ماشي، خلينا كده نرجع وناخد اهو جمهور الاهلي كمان اهو احمر وابيض الاثنين موجودين. هروح سريعا جدا معاكم الى الرياض، الناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير يا محمد. كابتن محمد مساء الخير. طيب خلينا يعني احنا طبعا لان احنا بنحاول الاتصال بيه من الرياض زي ما انتم شايفين، بس بجد ما شاء الله جمهور كله حلو بالابيض والاحمر، عندنا جمهور عظيم عظيم، والحقيقه ايادي كلها مصريه جميله، ابيض واحمر الاثنين الحقيقه احلى من بعض زي ما انتم كده شايفين. احنا شايفين اهو احمر وابيض وابيض واحمر، اول مره كاس مصر خارج مصر وفي الرياض. رجع لنا تاني الناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا شفكي، ازي حضرتك؟ واهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. طيب سريعا جدا بين الاحمر والابيض، قول لي سريعا الاوضاع شكلها ايه والكواليس، في اصابات موجوده في الاهلي واحنا لسه مش عارفين التشكيلات ايضا بالنسبه للزمالك. يعني الاهلي والزمالك 30 نجم، مهما يكون في اصابات داخل صفوف الفرقتين دايما بيكون نجوم حاضره. الاهلي والزمالك معروفين طبعا بقوتهم الفنيه الكبيره، الزمالك طبعا بعد فك القيد والازمه الاخيره انتهت بقى عنده كتيبه من النجوم، والاهلي طبعا يملك كتيبه من النجوم في الفترات الاخيره. الفرقتين عندهم اصابات كتير، ولكن بلا شك ان المباراه على المستوى الفني هتكون قويه جدا بين جوميز وكولر طبعا في الرياض. لاول مره كاس مصر، بطوله كاس مصر النهائي بيقام خارج القاهره في الرياض هنا، وطبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان يعني اهتمام كبير هنا في الرياض وفي السعوديه بشكل عام بالمباراه، مش بس من الجمهور المصري اللي يعني ان شاء الله باذن الله هيملى جنبات ملعب المباراه، لا كمان من الجمهور السعودي والجمهور العربي المتشوقين جدا ان هم يشوفوا الكلاسيكو اللي هو بيعد واحد من اهم مباريات العالم دلوقتي، وده اللي مخلي كل البلدان بتتهافت ان هي تشتريه بارقام كبيره جدا جدا، وده اللي هيظهر ان شاء الله باذن الله في المباراه بكره باذن الله. على المستوى الفني الاهلي بيعاني من اصابات كتير، والزمالك بيعاني من غيابات كتير، ولكن زي ما قلنا النجوم الكتير اللي هتكون موجوده في ارض الملعب قادره ان هي تعوض ده ان شاء الله باذن الله. تخرج مباراه بس على المستوى الفني. مين في الزمالك هيلعب في خط النص بالنسبه استاذ محمد؟ مين في الزمالك خط النص هيلعب؟ هل اتحدد؟ يعني في سريه كبيره طبعا في تشكيلات نادي الزمالك وتشكيل النادي الاهلي، ولكن يمكن عبد الله السعيد يمكن هو لاعب رقم واحد بالنسبه لجوميز في الفترات الاخيره. ناصر ماهر طبعا مرشح بقوه ان هو يكون موجود كمان في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك في خط الوسط. دونجا طبعا اللاعب اللي بيحبه مستر جوميز بشكل كبير في مركز سته، يمكن دول اهم ثلاث لعيبه مرشح ان هم يكونوا طبعا في خط وسط نادي الزمالك، واكيد بالتاكيد زيزو طبعا نجم نجوم نادي الزمالك ومصطفى شلبي، وفي الهجوم بقى ناصر منسي اللاعب المتالق بشكل كبير مع جوميز في الفترات الاخيره. الروح اللي موجوده ما بين الزمالك والاهلي وكونهم خارج مصر، ولكن يعني الحقيقه هيبقى الجمهور وكانه في استاد القاهره واكتر، يعني لانه الجمهور يعني الحقيقه عظيم. مظبوط يعني مظبوط. النهارده طبعا معروف ان الجاليه المصريه في السعوديه هنا جاليه كبيره جدا جدا، ولكن الاهتمام كبير يعني بالنسبه لنا كان مثير جدا اهتمام حتى اخواتنا السعوديين بالمباراه بشكل كبير. مفيش سعودي هنا الا وليه الانتماء، يعني سعودي ويا اما بيشجع الاهلي او سعودي. وانا هسالك سؤال لطيف جدا يعني استاذ محمد، دلوقتي انا عارفه انه في يعني اخوه سعوديين اهلاويين واخوه سعوديين زملكاويه، هل هينضم الجمهور السعودي الاهلي الى جمهور الاهلي وجمهور السعودي الزمالك الى جمهور الزمالك؟ ده بالتاكيد يعني هيبقوا في نفس المدرجات؟ بس طبعا التذاكر خلصت تقريبا بعد 10 دقائق بس من طرحها صحيح بسبب التهافت الكبير على التذاكر، ولكن هنا في السعوديه يمكن قرروا ان هم يعملوا شاشات عرض عملاقه في اماكن كتير في الرياض وفي نواحي المملكه بشكل عام عشان تمام. يوفروا اجواء الاستاد لكل الناس اللي حابه تتفرج على الكلاسيكو الكبير جدا جدا، وطبعا بنوجه شكر الشركه المتحده على الاهتمام الكبير بالمباراه، وهيئه الترفيه السعوديه على الاهتمام الكبير بالمباراه، وكمان السفاره المصريه في السعوديه هنا اللي عامله مجهود كبير جدا جدا برئاسه السفير احمد فاروق. احنا كمان هتذاع على الشاشه المصريه على اون سبورت، الناس هتقدر كمان تشوفها هنا، فاعتقد انه هيبقى في فرصه كبيره كانه مصر والسعوديه الجميع بيشجع اهلي وزمالك. الصحافه الرياضيه بتتناول الموضوع ازاي؟ يعني الصحافه طبعا هنا اهتمام كبير، يعني طبعا الدوري السعودي رغم يعني الدوري السعودي شغال وطبعا
في منافسه كبيره جدا، ولكن لا صوت يعلو على صوت كلاسيكو الاهلي والزمالك. يمكن في اهتمام كبير جدا جدا من الصحافه السعوديه هنا والاعلام السعودي بشكل عام بالمباراه، يعني تدريبات الفرقتين، المؤتمرات الصحفيه، استعدادات الفرقتين. طبعا اكيد طبعا الفرقتين حابين ان هم يعملوا سريه كبيره على التشكيل بتاعهم والاستعدادات بتاعتهم، ولكن هنا كل منشطات الصحف يوميا تقريبا بقى لنا حوالي اسبوع على كده يوميا خاصه بالكلاسيكو. واكيد بكره ان شاء الله بقى الموضوع يعني هيكون في التوب بتاعه وهتلاقي اهتمام كبير جدا جدا ان شاء الله باذن الله المباراه تخرج بشكل كويس. ولكن بما اننا جبنا واتكلمنا عن العناصر المهمه في تشكيله نادي الزمالك، لازم نتكلم برضو عن العناصر المهمه في تشكيله النادي الاهلي. طبعا جاهزيه كهربا وجاهزيه بيرسي تاو وجاهزيه امام عاشور وجاهزيه نجوم النادي الاهلي للمباراه، يمكن دول يعني اهم لعيبه النادي الاهلي في ظل طبعا اصابات كتير ابرزها طبعا ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي الحارس الاساسي، ولكن كمان مصطفى شوبير جاهز واعلن جاهزيته للمباراه وان شاء الله يكون هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي بكره. اكيد نتمنى الخير الحقيقه، وكلنا الحقيقه هنشجع بقلوبنا، كل واحد بقى هيشجع على الفريق اللي بيحبه، دي ما فيهاش حاجه، تشجع الاهلي، تشجع الزمالك، شجع اللي انت عايزه، لكن الاثنين ان شاء الله يشرفوا مصر ويقدموا مباراه حلوه ويكون مهرجان رياضي مصري سعودي التنفيذ هناك، وان شاء الله تبقى حاجه حلوه. وهي الحقيقه يعني أنا سعادتي بأنه يعني حتى الماتشات المصرية تلقى هذا الترحيب الكبير جدا في الرياض. مظبوط طبعا، يعني دي حاجة إن مباراة تباع بالرقم ده 2 مليون دولار عشان المباراة تتلعب طبعا في السعودية، بخلاف طبعا الجوائز القيمة جدا للفرق الأهلي والزمالك. طبعا صحيح. الأهلي أو الفائز في المباراة هتوصل قيمة المكافأة بتاعته هتوصل لحوالي مليون دولار، حتى الخاسر يعني قيمة برضه المكافأة بتاعته مش هتقل عن 350,000 دولار، بخلاف ان في بخلاف ان الكاس طبعا التقليدي الفريق الفائز هيفوز بيه، وكمان في كاس من الذهب الخالص هيحصل عليه برضه الفريق الفائز من هيئة الترفيه السعودية. فبالتالي مباراة وكمان في مفاجآت كتير، خاصة الحفل اللي هيكون قبل المباراة والمطرب عمرو دياب اللي هيحيي الحفلة، وكمان دياب. عدد من الفقرات يعني هيكون في فقرات ومفاجآت كتيرة جدا جدا على هامش. جميل، طيب خلينا نتمنى كل التوفيق، وطبعا هيبقى الأهلي بزيه الأحمر والزمالك بزيه الأبيض، وإن شاء الله أحمر وأبيض الاثنين ينوروا استاد يعني بجد في الرياض، وتبقى مباراة مشرفة. أشكرك شكرا جزيلا من الرياض الناقد الرياضي محمد عراقي، أشكرك شكرا جزيلا. أنا مش لابسة أبيض ولا أحمر، لكن قلبي عارف هو بيشجع مين. إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله، استوديو كله بيشجع فريق، أنا مع فريقي هفضل أشجعه طول الوقت. خلينا نكمل بقى وندخل على البهجة وعلى شهر الفرحة، شهر رمضان بإذن الله، وتحس كده إنه رمضان له نسايم بجد، يعني أولا جو لطيف جدا ونسايم الشهر الكريم والحقيقة الخير اللي بدأ كمان يتحسن في مصر، والحالة الاقتصادية اللي بدأت كده يعني ترمي كده راحة كده على القلوب، الناس الحقيقة مستبشرة، كلنا مستبشرين خير، هي دي مصر كده، الخير يجي لها ويدخل عليها رمضان بالبركة، وبعدين بقى نتفرج كمان على فن حلو وجميل، فنانين عظام كده يملوا الشاشات ويقدموا لنا قيمة وقامة، إن شاء الله يكون كله خير بإذن الله، وتبقى أيام كلها خير وبركة ورحمات وأوقات جميلة وصفاء كده للنفس ولمة العيلة الحلوة، يعني كل حاجة، يعني كل حاجة جميلة، وصوت النقشبندي وكل الأشياء الحلوة وأذان المغرب، كل الحالة الجميلة. الفنان أحمد ماهر الحقيقة بيقدم دور أكيد مهم. أحمد ماهر مش فنان عادي، عتويل فن، يعني فنان جامد، فنان وجوده معروف وله أدوار كبيرة وعظيمة. يا ترى هيعمل إيه مع العقارب؟ أنا ما خافش أبدا على أحمد ماهر مهما كانت العقارب. الفنان أحمد ماهر عن دوره في مسلسل صيد العقارب. مساء الخير يا فنانة. يا هانم مساء الفل، كل سنة وحضرتك بألف ألف صحة والمستمعين بخير يا رب. وانت أنا ما بخافش عليك، يعني عقارب مش عقارب، انت قدها وقدود يعني. يا رب يخليكي. فدورك ايه بقى في صيد العقارب؟ انت مع هتصطاد العقارب ولا العقارب هي هتبقى واقفه قدامك؟ والله يعني حينلنا بعض اللدغات من العقارب، ولكن ربك المنجي هنصمد بفضل الله. انا عارف. باعتبار ان احنا جوهر العنصر المصري، احنا ابناء الصعيد. فانا الصعيدي الوحيد داخل هذا العمل. يعني انت الصعيدي الوحيد جوه مسلسل صيد العقارب؟ يس. لا ما هنخاف عليك، انا عارف ان انت هتاخد حقك اكيد. فضل الله.
المسلسل اجواءه ايه؟ ادينا كده ملامح. والله الاجواء يعني لو قلت رائعه يبقى انا لا اوفي العمل قدره. انما انا الاول مره يعني بلتقي بالاستاذ باهر دويدار السيناريست، واول مره بلتقي بالاستاذ المخرج احمد حسن. فنعمه من ربنا ان ربنا يوفق ويبقى فيه هذا التوافق وهذا التحاب، وان الانسان يبقى رايح اللوكيشن وكمله انه رايح بيكنيك ورايح يلتقي باهله وناسه وعزوته. قد كده المجموعه متحاب، قد كده الفكره اللي قائم عليها العمل مور اتراكتيف. معانا نجمه جميله رائعه غاده عبد الرازق، عوده غاده عبد الرازق الى الشاشه. بس غاده ليها اطلاله جديده شكلا وموضوعا في من خلال هذا العمل. يعني للامانه في اول لقاء انا ما عرفتهاش. في اول لقاء في صاله البروفات. ده من ايه؟ الاداء ولا الشكل الخارجي ولا الروح؟ لا 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 لا، الاطلاله. الاطلاله يعني هي عامله حاله جديده. فانا الاول وهله انا تصورت ان اللي قدامي بنت غاده عبد الرازق. هي عامله ايه بقى يعلم الله. انت كده بدات صيد العقارب. والله بس هي انت كده بدات بنتي. طالعه بنتك. طالعه بنتي في المسلسل. انما وحق من قال ان الله، غاده كانت مفاجاه بالنسبه لي. نيو لوك بديع قوي لا يخطر ببال ان البنوته بتاعتنا يبقى لها هذه الطله. ما شاء الله شيء يفرح القلب ويحفز بنات حواء ان هم يحذو حذوها. الله، ده كلام جميل جدا. يعني انا يعني واضح انه الكواليس كلها جميله، وانا شايفه كده بعض اللقطات، شايفه العمه الصعيدي بتاعه حضرتك منوره اهي. يعني شباب اعملوا فيكس على الصوره دي. ففي الازياء وفي كل الحاجات، وبعدين العمل مليء كمان يعني في الاستاذه سيمون، في الاستاذ الطفولي، انتوا يعني ابطال الحقيقه. جامايكا ده في عمالقه موجودين جوه العمل ده. يعني احنا شايفين صورتك دلوقتي باللفحه، لفحه الصعيدي والرابطه العمه واخر اناقه استاذ احمد. فضل الله، ما هو الراجل شخصيه ضخمة وعلى رأس عائلة لها ثقل. أيوة. ولها عمق ضارب في أعماق التاريخ، وعيلة أفرزت رجالة، وهو في النهاية رجل عصامي بدأ من القاع وصعد إلى القمة. أيوة. الرحلة دي أثقلته وخلته في إطار وفي كدر خاص جدا. هذا إلى جانب بقى إن الأستاذ المؤلف عامل تضاريس للدراما اللي بيطرحها بشكل قد كده مور أتراكتيف، بمعنى الحلقة تخلص الناس هتبقى متشوقة للي بعدها. طب أستاذ أحمد، اسمك إيه في المسلسل؟ اسمك إيه بقى؟ أنا الحاج حسن درغام. طب حاج حسن، ما تختم كده بالصعيدي، تقول لنا شيء يعني كده نختم بيه الحلقة. أقول كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب. ورمضان كريم عليك وعلينا يا رب. يا رب. واجعلها سنة سعيدة. خلي لك بيتك يا رب. والأسعار ترخص بعد الدفقات اللي بشرنا بيها سيادة الرئيس، وقال إن الحياة هتبقى جميلة، وده بيحصل مع دخول رمضان علينا. يعودوا طيب علينا يعني وعليكم بالخير يا رب. أكيد بالخير عليكم وعلينا، ويفضل المسلسل إن شاء الله يبقى من المسلسلات الجميلة اللي تنور شاشة رمضان. الفنان أحمد ماهر، بشكرك شكرا جزيلا، بالتوفيق لكل عناصر الدراما اللي موجودة في مسلسل صيد العقارب. طيب خلينا يعني نروح لأيضا يعني نروح بقى لمسلسل تاني، مسلسل جودر. جودر من وحي ألف ليلة وليلة. هنعيش مع
يعني مسلسل خيالي جميل محتاجينه شوية كده، شوية نسمة وحاجات حلوة. الفنانة لينا شامبينيان، لينا الحقيقة هتغني شامانيان، لينا لينا هتغني تتر مسلسل جاودر. فخلينا نسلم على لينا ونقول لها مساء الخير يا لينا. مساء النور، كيفكن؟ احنا تمام الحمد لله، منوره. وده بالنسبه لك اول تعامل مع الدراما المصريه؟ لا، ده ثاني تعامل. اول تعامل كان، لا الثالث الحقيقه، ثالث تعامل. اول تعامل كان طلع على الشاشه، كان في مسلسل الهلأ، كانت أغنية هنعيش ونشوف سنة 2020. تمام. بعدين عملت تيتر مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس، كان على منصة شاهد. فوقتها كتبت الكلمات واللحن، كانت توزيع أستاذة سارة الكرمان. دلوقتي كتير مبسوطة بالتعاون الثاني أو الثالث حتى مع شركة أستاذ سامر مرتضى. سنة 2009 كده جيت وقتها على مصر، سجلت تريلر، كان فيلم ألف ليلة وليلة يومها. فالمسلسل أو الفيلم وقتها ما طلع، ما شاف النور. فمبسوطة أن يكون موجودة في المسلسل هاي السنة ولو بعد 15 سنة. طب أنت عارفة لينا أنه يعني إحنا في مصر متعودين على ألف ليلة وليلة، وهي من الأيقونات كانت في رمضان، يعني أعمال ألف ليلة وليلة. ومش ممكن ننسى كمان صوت الفنانة سميرة سعيد، احكي يا شهرزاد، يعني حتى يعني عاشت الأغنية سنين كمان غير المسلسل. فأنت كمان بالنسبة لك ده إن شاء الله تبقى أغنية تعيش كمان مع مسلسل، يعني واضح الإبهار فيه، يعني عنصر الإبهار فيه عالي جدا. المسلسل عظيم، يعني أنا حضرت شوية من الحلقات. أنا عم سجل أغنية البرومو أو أغنية المسلسل. حقيقة العمل مذهل، يعني تفاصيلي موجودة جوا. لما كنت عم تفرج عليه حسيت أني فعلا كأني عم بشوف عمل عالمي بعوالم موازية، بنفس الوقت هو شيء شرقي بيشبهنا موجود حوالينا. نحن كلياتنا بنشوف حالنا بالشخصيات، أنا شخصيا بحب أعيش بهذا العالم الموازي، لأنه هو شيء اليوم بيبعدني شوي عن قساوة الواقع. يمكن أكيد بالنسبة لي حتى لما كنا بسوريا كنا دايما نحضر ألف ليلة وليلة من مصر. أيوة، الشريهان موجودة في الديرني اللي موجودة طبعا. صوت أكيد يعني دايما صح، هو مصر مربوطة مع ألف ليلة وليلة من لما كنا صغار. أيوة، مربوطة بالمسلسل. أنا متوقعة إن شاء الله إنه يكون تتر حلو، أكيد صوتك جميل ورائع، وإن شاء الله يبقى مسلسل متكامل، الصورة والصوت والأداء بإذن الله. وكمان هيبقى فرصة إن شاء الله أول ما يتم إذاعة المسلسل إن إحنا كمان يا إما نشوفك وتبقي موجودة معانا، يا إما كمان نتكلم على التتر بعد ما نسمع طبعا التتر بشكل كبير. فرصة كمان وجوده على الشاشة كل يوم أعتقد بالنسبة لك هتبقى فرصة حلوة مع الناس. أكيد كتير مبسوطة أني حأرجع فوت على بيوت المصريين وقلوبهم، يعني دايما المسلسلات هي أقرب طريق. فمبسوطة أنه تحديدا بهذا العمل اللي بيشبه شخصيتي، اللي بيشبه كيف بحب غني. حتى بتعرفي حتى الأغنية اللي موجود بالبرومو، القسم الصغير اللي موجود، هو بيورجي قد ايه الغنية مختلفة، قد هي مصنوعة حتى بطريقة خيالية شوي، بطريقة فانتزي بتشبه شوي المسلسل. استعراض طبقات الصوت، قد ايه كان الكلام مبني على الحكايات والألغاز، نفس الوقت الطبقات الصوتية اللي موجودة قد ايه من طبقات الواطية، طبقات كتير عالية. مفيش أي مقطع كده ولا أي حاجة يعني نسرقه دلوقتي؟ هو مع الأسف أنا دلوقتي موجودة بره، فأنا صعب جدا أغني. لا ان شاء الله، يعني احنا هننتظر خلاص باقي ايام ونسمعه مكتمل ويبقى بقيمه العمل باذن الله. هتنوري باذن الله، وان شاء الله لينا كلام تاني اكيد على المسلسل ان شاء الله. يا الفنانه لينا شامبينيان بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق لتتر مسلسل جودر. الحقيقه المسلسل الصوره يعني بتشد، وانا متاكده ان السنه دي باذن الله الدراما يعني فيها اختيارات رائعة، وفيها محتوى، وفيها صورة، وفيها شكل، وفيها يعني الناس بإذن الله هتستمتع، لأنه الإبداع في مصر لا يتوقف. يعني كل جيل بيسلم جيل لا يتوقف، والصورة بتقول إبداع كبير وكتير بإذن الله.
طيب خليني كمان نتكلم على يعني اول معلوماتنا عن اي مسلسل بيكون ايه، يعني لما بنعرف مسلسل يا بنشوف البرومو بتاعه او بنشوف البوستر او الملصق زي ما بيقولوا. خلينا نقول بوستر لان كلكم بقيتوا عارفينه يعني. وطبعا لما بيتحط بقى على كل البلاتفورم وسائل التواصل الاجتماعي كلها او يعني على الديجيتال ميديا كلها بنعرف على طول المسلسل ايه، هتلاقيه يلف على كل الاماكن والناس بتتفرج وبتبقى دي الصوره الدعائيه زي ما بيقولوا، بتبقى الحقيقه جزء مهم جدا من التسويق. احنا فاكرين انه احيانا بتبقى الصور دي ناس تبدا يبقى عندها نوع من انواع الجدل، اللي يعجبه اللي يقول هيطلع ايه اللي يتكلم، لكن الجميل انه يعني البوسترز والوسائل دي اصبحت متطوره بشكل كبير جدا، التكنولوجيا لعبت فيها دور كبير قوي وبقت جزء لا يتجزا كمان من نجاح المسلسل، وكمان بتجذب مشاهد احيانا انت بتبقى محدد المشاهد بتاعك او الفئه العمريه، لكن احيانا البوستر بيجذب اكتر من المشاهد بتاعك او من الفئه العمريه، لانك ما بتبقاش متوقع انه في ناس تقول يعني يتشد ويقول لك انا يشوفوا البوستر يقول لك المسلسل ده شكله جامد انا هتفرج عليه، انا عايز اشوفه بيقول ايه، انا هتابعه، او العكس لا البوستر تعبان قوي ده يعني. فالبوستر هنا او الملصق او الدعايه الخاصه بالمسلسل مهمه جدا لان هي الصوره الاولى للمسلسل، فالتصميم مهم، وصاحب التصميم اكيد بيبقى في حيره يروح فين ولا يعمل ايه ولا يفكر ازاي، انا عايزه افكر بدماغه ونفكر معاه بصوت عالي مع مصمم البوسترات الاستاذ شريف مختار او المبدع. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني انا بفكر معاك بصوت عالي، لو انا مكانك معروض عليا مسلسل اكيد انت بتقعد يعني تعرف الموضوع المحتوى الابطال، بتبدا منين عشان تتخيل البوستر في الاخر؟ اولا انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده ومتشكر قوي على المقدمه الظريفه دي، وانت عرفتي موضوع البوستر بشكل بسيط جدا وبشكل بروفيشنال. يعني هي الفكره بتبدا في الاول خالص ان احنا بنعمل يعني باخد فكره عن المسلسل سواء بتريتمنت او ان انا بتفرج على اجزاء من المسلسل. بعد كده بنعمل قعده مع مخرج العمل والبروديوسر او المنتج يعني، وبنبتدي نحط خطوط عريضه كده نشوف المسلسل ايه، يعني ايه الخطوط العريضه اللي ماسكه المسلسل او الكيمه اللي المسلسل بيلتف حواليها، وبعدين بنبتدي نطلع افكار وسكتشات، وفي الاخر بنستقر على حاجه معينه اكثر حاجه بتبقى ريليتد او اكثر حاجه فيها فكره وبنبتدي ننفذ على طول. طيب انا هنا حضرتك بتقول بتفرج على المسلسل، يعني اذا اولا احنا بنشوف معاك البوستر، معرفش لو مخرجنا عمر يقدر يعمل زوم اكتر على الحشاشين، فاحنا بنتفرج على الحشاشين، فبوستر هنا برضو حقيقي جذاب جدا ولايق على الحقبه وعلى الزمن طبعا، لان هو الفكره ان المسلسل يعني الاكسسوار والفتره الزمنيه اللي فيها المسلسل مخليه معايا ادوات او امكانيات تخليني اعكس الصوره بشكل احترافي اكتر او بشكل يعبر عن المسلسل اكتر. يعني احنا بنتكلم في مسلسل تاريخي عن طائفه الحشاشين، طبعا نجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميني. التيمة او الـ او الـ او الـ او الـ او الايتم اللي حاولنا نلتف حواليه في المسلسل فكره القلعه اللي هي الجزء الرئيسي في المسلسل، فحاولنا نبين طبعا القلعه دي وشخصيه حسن الصباح. احنا انا بنتفرج معاك واحنا بنتفرج على الزوم اكتر، ففي طبعا القلعه الحجر الزي بتاع كريم عبد العزيز، يعني الصوره بتتكلم على الزمن بشكل كبير، وهنا دقه البوستر انه يحكي الحكايه قبل ما احنا كمشاهدين نشوفه. ما هو ده بالظبط، هو ده الهدف اصلا من البوستر، اللي هو البوستر يعتبر البوابه الاولانيه او النقطه الاولانيه لتعرف المتلقي على المسلسل او زي ما حضرتك قلت يعني في الاول. فاحنا هنا يعني اهم حاجه كانت عندي في مسلسل تاريخي زي ده ان انا يعني اعكس الفتره الزمنيه دي واعكس شخصيه حسن الصباح وعلاقته بالطائفه نفسها اللي هم متاثرين بيه او بيسمعوا كلامه. فده كان حاولت اطلع كل ده من خلال صوره تعكس ده، ويا رب اكون نجحت يعني في حاجه زي كده. أنا عايزة أسألك هنا أستاذ شريف، يعني وأنا بتفرج على الصورة على الحشاشين هنا بقى، أنت مثلا بتقترح أكتر من صورة وبعدين بيحصل مثلا بتقعد مع بتتكلم مع صناع العمل إنه
بتختاروا في النهاية الصورة إيه؟ يعني بتديهم بدائل مثلا أو اختيارات مختلفة؟ هو احنا في الاول بنبقى يعني متفقين قبل ما نبدا تصوير، بنبقى متفقين على شكل الفريم، يعني احنا هنعمل 1 2 3 الفريم هيبقى شكله كذا وكذا وكذا. ساعه التصوير نفسها ممكن تطلع حاجات احسن او افكار مثلا تدينا مثلا ايحاءات ساعتها ان هو لا طب ما تيجي نعمل كده، على حسب يعني مثلا ممكن الاكسبريشن بتاع كريم او رياكشن وسط يديني حاجه ما كنتش عامل حسابي عليها اشوف انها احلى فننفذ او ينقلنا لمنطقه جديده، فبتحصل كتير طبعا. طيب بتاخد يعني انت من اهم البوسترات اللي انت حاسس يعني في رمضان ممكن تكون يعني لما بدا ينزل البوستر بتاع الحشاشين، هل بتشوف التعليقات الناس قالت ايه الانطباعات؟ طبعا اكيد يعني اكيد السوشيال ميديا طبعا مهمه جدا انها بتعكس يعني راي الناس او يعني بتاخدي فيدباك كده مبدئي اذا كان اللي انت عاملاه ده حاجه كويسه ولا حاجه نص نص او حاجه وحشه، فطبعا بيبان يعني طبعا بيبقى فيه طبعا حاجات كتير يعني هقول لحضرتك على حاجه، في جزء كبير بيبقى الناس ممكن تبقى مش فاهمه، في ناس كتير مش فاهمه يعني الموضوع التقني زياده او الحته التكنيكال او العيوب مثلا، فبيبقى معجبه مثلا بالعمل نفسه او العمل نفسه واخد صيت كبير جدا، فالناس بتبقى مجرد ما تشوف بوستر بتبقى مبسوطه، بس اوفر اول يعني في الاخر انت بتقدري تكوني فكره عن الحاجه اللي انا عاملها دي هل هي كويسه او هل هي عاديه او هل هي يعني نص نص، يعني بقدر طبعا من خلال السوشيال ميديا افهم. في رمضان 2024 اهم البوسترات بالنسبه لك ايه؟ اللي عملتها يعني غير الحشاشين. الحشاشين طبعا، وفي جودر. امبراطوريه ميم وصدفه وسيد العقارب. انت عامل اعداد كتير يعني. يعني وهنا عندك يعني هنا عندك يعني جودر كمان اهو قدامي، عندك اختلافات يعني كبيره في المحتوى، فهنا هيبقى عندك فرصه انك تبقى متنوع. يعني هنا مثلا جودر انت برضو فكره الخيال لازم تبقى موجوده في البوستر، ولانه جودر صعب هتنقل ايه ولا ايه في الخيال. طبعا يعني هو جودر هو برضو مسلسل غني جدا ومليان تفاصيل، فاحنا استقرينا على فكره ان احنا نستغل الديكور الموجود اللي بيعكس شخصيه شهريار، وكان البطل الرئيسي يعني في البوستر بتاع جودر الديكور والازياء الملابس والشكل الشخصيات يعني، فده اللي كان مسيطر على البوستر اكتر يعني طب. كان حبينا نستغله يعني. انا عايزه قبل ما تسيبنا نشوف كمان امبراطوريه ميم، لانه امبراطوريه ميم يعني هنا ما كنتش محتار لانها كانت معموله فيلم قبل كده ناجح جدا بالعظيمه القديره فاتن حمامه، وطبعا هنا بفنان كبير خالد النبوي، بس انا شايفه ان البوستر يعني المسلسل غير الفيلم، انت عامل حاله الشقاوه والعيله يعني، ده كان مقصود. مظبوط، هو الفكره بصي هو طبعا لا ده يعني فكره ان العمل اصلا عمل ناجح زمان ومحفور في عقل المتفرج، فده بيوترني اكتر، مش بيبقى سهل، لان انت يعني بتحط عليك مسؤوليه ان انا هنعيد صياغه الموضوع ده بشكل المفروض بشكل جديد بقى بيعبر عن العصر اللي احنا فيه، والتكنولوجيا طبعا هتخش في الموضوع وكده، فده كان بيبقى في نوع من المسؤوليه ان احنا نحاول ننجح ان احنا نعمل حاجه برضو تلفت نظر الناس، وهنا كمان الشباب والتنوع الشباب والعيله، يعني الحاله دمها خفيف يعني زي ما هي موجوده على الشاشه. هو الموضوع يعني في لايت كوميدي طبعا، فاحنا حبينا نعمل فكره طبعا العيله برضو اللي تلتف حوالين رب الاسره اللي هو عامل امبراطوريه في البيت، بس يعني فكرنا نعمل ايه جديد، ففكرنا في فكره التوب شوت اللي هو الشوت اللي من فوق ده، ان هو نخرج الموضوع بشكل مختلف شويه، والحمد لله يعني ربنا وفقنا في الحكايه. قبل ما تسيبنا ناخد اخر بوستر بتاع صدفه، نشوف صدفة. وصدفة هنا يعني ده مسلسل اجتماعي، والفنانة ريهام حجاج بتغير أيضا من يعني شكلها وطلع في دور جديد عليها، يعني في شكل شعبي أكتر يعني. هو أنا بشتغل مع ريهام بقالي سنتين ودي ثالث سنة. طبعا هو يعني كان دايما في الموضوع بيبقى فيه دراما، المسلسلات بتحرز ناحية الدراما، السنة دي في لايت كوميدي بس برضه في تاتش، في أحداث غامقة يعني في دراما برضه، بس بشكل لايت كوميدي شعبي. فطبعا حاولنا نبين شخصية صدفة إن احنا نعمل حاجات فيها ألوان،
بس في نفس الوقت مش الوان زاهيه يعني الوان فيها تاتش برضه غير من السنه بحيث ان احنا نعكس الحاله العامه بتاعت المسلسل. واخترنا ان احنا نصور في البيت برضه بتاع صدفه نفسه اللي يعني هيبان لما يعني تاخده من الديكور نفسه بتاع المسلسل بالظبط. وده اللي حصل ان احنا خدنا من الديكور نفسه عشان نعكس حاله الشخصيات. يعني سؤال سريع جدا شريف بالنسبه للبوسترات، هل مره كده بوستر كان سبب في عدم نجاح مسلسل او عدم نجاح فيلم ما كانش موفق؟ طبعا يعني وارد طبعا جدا، بتحصل كتير جدا لان يعني المتلقي ذكي جدا دلوقتي وبيشوف كتير، واحنا بقينا بنتحط مع الحاجات بتاعت بره في بلاتفورم واحد، فانت بتعدي على الحاجات دي كلها جنب بعض. فبيبقى في مسؤوليه كتير جدا. واحيانا تسمع الجمله دي يقول لك والله رغم ان البوستر كان كده بس فيلم طلع حلو، او والله رغم ان كذا بس المسلسل طلع حلو. فهنا برضه بتحصل طبعا، بس هي خطر يعني، او العكس ان البوستر حلو قوي والعمل ما يبقاش بالنجاح البوستر. هي خطر جدا لان البوستر لو مش على قد مستوى العمل ده شيء مش لطيف يعني، حتى لو العمل يعني كتب له النجاح بس بتبقى المنطقه دي مش حلوه لان البوستر مكون رئيسي يعني او اول مكون مكونات العمل. صحيح. يعني لما يحصل فيه اخفاق بتبقى الموضوع مش ظريف يعني. إن شاء الله تكون كل البوسترات على محتوى أعمال رائعة وبإذن الله، وهنتكلم أكتر لما تبدأ الأعمال بإذن الله. إن شاء الله. بالتوفيق مصمم البوسترات شريف مختار، أشكرك شكرا جزيلا. هي الدراما على فكرة، وده الجمال، إن إحنا بندي كل حق حقه، لأنه الحقيقة الدراما مش بس البطل أو النجوم، فيها عناصر كتير. عشان كده احنا بنتكلم على صناعة، واحنا ان شاء الله في رمضان هنبقى مع حضراتكم بإذن الله، أربع وخميس هكون موجودة مع حضراتكم، هنتكلم على كل التفاصيل عشان ندي العنصر الفني الكبير اللي بيبقى، أو العناصر الفنية المتنوعة جوه الدراما نديها حقها. في ناس كتير بتتعب، السادة اللي ورا الكاميرا دول بيتعبوا، ناس اللي في المونتاج، اللي في الجرافيكس، اللي في البوستر، يعني الديكور، حتى السادة الفنيين، الإضاءة، عناصر كتير جدا بتكون سبب في نجاح عمل كبير. فإن شاء الله نقدر ندي كل الناس حقها ونتكلم في كل التفاصيل بإذن الله في شهر رمضان. نكمل أخبارنا مع حضراتكم. توفي اليوم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد، وطبعا الكاتب الكبير رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق والملقب بشيخ الصحفيين. شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد الحقيقة تخرج في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنية بالعمل بقسم الأخبار بالإذاعة، ثم عين ملحقا صحفيا بالبرازيل وعمل بصحيفة المصري، ثم وكالة رويترز ووكالة الأنباء العربية، وعمل مستشارا صحفيا للرئيس الراحل أنور السادات، وهو من مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وده كان عام 1955، وكان مستشارا صحفيا في شيكاغو عام 64، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. الحقيقة من يعني الأسماء الكبيرة جدا في عالم الصحافة، لكن دايما بنقول يعني ترحل الرموز، أكيد كلنا يعني كلهم يسبقوننا الحقيقة في الرحلة الأخيرة، ولكن يبقى كل الأعمال مسجلة بأسماء رموزها وإبداع من أبدع في هذه الأعمال سواء في الصحافة أو في الفن. يعني خالص التعازي لأسرة شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير. وخلينا نعود لحضراتكم بإذن الله بعد فاصل قصير، نواصل فقراتنا ونتكلم أكتر. الحقيقة الفقرة التالية زي ما قلت لحضراتكم في البداية، يعني بما أن احنا يعني في أيام خاصة بالمرأة المصرية وأيضا عيد المرأة العالمي، فخلينا نتكلم على الدراما بتاعتنا، نتكلم على الدراما، ازاي الدراما بتشوف المرأة المصرية وبتشوف وضعها، يا ترى بتخدمها، يا ترى بتساعدها، يا ترى بتكون جنبها، يا ترى بتقدم المجهود الكبير اللي بتعمله المرأة، ايه المحتوى وايه التنوع اللي ممكن يبقى موجود. هنكون في فقرة مع النقد والدراما النسائية، وفي 2024 ماذا سنشاهد مع الناقدة الفنية الأستاذة دعاء حلمي بعد فاصل قصير. عودوا إلي.
حاجة. قالوا لي انك عاوزني يا حبيبي. وليه مزاجني صار احكي لك؟ احكي معايا بقى ولا مش معايا؟ اقوى غريزة في الحياة حب البقاء. العالي التزموا بالخطة ام تسحب اللحظة من علي عشان انا بحب انا اللي بيحبك يشدني في حواليك ثبتني بحب انا العمود اللي من غير البيت يقع. دايما البدايات الصغيرة هي اللي بتوصلنا للنهاية. هتحس بحاجة ممكن تشاهد حياتك في يوم وليلة. انت شايفة لو عينك غفلت فيها ثانية تكلدي اللي جاي طلع حي وحتشوف. خليه يرفع ايده فوق. بو يا ولد ازعلك. انا جيت لحد عندك هنا وخيرتك. اللي معانا هيبقى مننا. من هنا العالم كله هيعرفك. هنحتفل بقى وكل واحد شايل شيلته. ايه رايك؟ خطيره. متجمعين عند النبي. ايه الاعداد دي كلها؟ واحد الواحد. بونسوار ميزامي. بونسوار عليك كمان. بونسوار على الدراما. الدراما السنة دي الحقيقة الخريطة الدراما الرمضانية فيها دعم واضح جدا زي ما شفنا للبطولات النسائية، وده شيء حقيقي يحسب للدراما الرمضانية. ودراما بقت بشكل عام يعني بقى فيه البطلة، يعني مش كل الأعمال ذكورية الموضوعات يعني. طيب في 6 أعمال ده من غير تسليط الضوء على قضايا المرأة، لكن بتشهد الدراما السنة دي الحقيقة عودة فنانات. فين بقى؟ كوميديا، نجمات بترجع للشاشة للمنافسة بعد غياب، وأفكار كتير جدا موجودة، ونجمات بتتقلد الحقيقة بطولات وبتقدم قضايا. هنعرف أكتر وملامح وهنروح فين وأهم القضايا المطروحة للنقاش، وممكن كمان المرأة تتقاسم الحقيقة البطولة مع الرجل أو الموضوع بيبقى، لأنه أكيد يعني الموضوعات لازم يكون فيها المرأة تبقى مشاركة فيها. للنقاش معايا ضيفتي الناقدة دعاء حلمي، الناقدة الفنية اللي منوراني في التاسعة. مساء الخير يا دعاء. مساء الفل، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين. نبدأ الماراثون ونبدأ نتكلم برضو كده ايه مبكرا احنا على شاشة رمضان، لكن انا الحقيقة يعني الدعوة اليوم يعني هي دعوة بريئة جدا، ولكن جواها ايضا عايزين نطمن على الدراما والدراما النسائية. انت شايفاها ازاي السنة دي في 2024؟ خصوصا انا شايفة بطلات كتير موجودين هم بيتصدروا البطولة او متحملين مسؤولية المسلسل. هو ده الوضع الصحيح في فكرة ان انت شاشة التلفزيون غالبا بتبقى ست البيت هي اللي قاعدة بتتفرج. كنا دايما بنقول يا جماعة بصوا على الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف، لان الاعلانات لما بتتحط بيتحط لمين بقى؟ ازازة الزيت، مسحوق الغسيل، الحاجات دي مين اللي بيستخدمها؟ فست البيت هي الزبون بتاعي، او نقدر نقول هو ده الكلاينت اللي انا محتاج ان انا اقدم له الرسالة بتاعتي عشان توصل لمستحقيها. فبالتالي السنة دي حاصل الموضوع ده. بعكس السينما، السينما لان ما بتبقاش هي الجمهور المستهدف، بيبقى الشباب والتينيجرز واللي رايح يتفسح في العيد. فبالتالي لا، انا هنا شاشه التلفزيون وبالذات الشاشات التقليديه مش المنصات، زبونها المعتاد هو الست المصريه. فيا رب السنه دي الست المصريه يعني الاسره بالزبط. يعني هتلاقيها هي والاولاد، يعني دول اكتر ناس بيبقوا موجودين في البيت. يعني الريموت معاها، هي ماما بتتفرجي على ايه؟ لا ده عاجبني قوي، لا بنشوف ده. الريموت معاها مش دايما والله، عايزين يا ترى الريموت مع الست دي برضو مش بالضروره كده، عشان دي ممكن تعمل بالست ده. انت عايزه موضوع لوحده. يعني ريموت التلفزيون مع مين؟ مع الراجل او الست؟ لا دي عايزه موضوع لوحده. ده حقيقي، ده طيب. على حسب فرد السيطره بيروح لفين بالظبط. غالبا يعني الست. طيب خلينا احنا بالبراءه بتاعتنا، خلينا في الدراما، وخلينا نبدا ونتفرج كده برضو معانا بقى مخرجنا كده يورينا. انت خلينا عايزه تتكلمي على المسلسلات اللي فيها بطولات نسائيه، وبعدين نتكلم على صوره المراه بشكل عام. اكيد، لان واضح ان احنا البطلات بتوعنا بقوا حريصين اكتر على فكره التغيير، الحمد لله، لان كنا ساعات بنلاقي نجمه ممكن تقعد بالسنين في نفس الدور، تنويعات مختلفه بس في النهايه الفريم واحد. فواضح ان نجمات الجيل دوت وعوا لفكره ان انا محتاجه اروح لمناطق جديده، انا اروح لمناطق مختلفه. فالحقيقه ان ده حاصل السنه دي باكتر من نجمه، ده شيء جيد جدا. هم
عرفوا ان المحتوى هو اللي هيوديني لمناطق مختلفه ومناطق جديده، فبالتالي هتشاف اكتر. مش فكره انا بطله وخلاص. رحنا الحمد لله سيبنا شويه بقى الشعر الحلو والماركات والشنطه اللي مش السينيه، رايحين اكتر للموضوع او الكونتنت، وهو ده اللي بنطالب بيه طول الوقت. وكمان لانه المهم انه وانا بقدم دراما يبقى عندي عين على الشارع وعين على الحياه. يعني يمكن من سنين فاتت طويله كنا شايفين انه الدراما كلها رايحه للحمام السباحه والعربيات الفارهه والحياه المرفهه اللي هي بعيده عن الطبقه اللي ماسكه المجتمع يعني. ده حقيقي. فكل ما بنقترب للطبقه دي كل ما بتدخل البيوت اسرع، وكل ما تناقش تفاصيل التفاصيل في حاله الدراما بيبقى مغذي جدا، مش حشو طبعا. لكن فكره التفاصيل الشخصيه انها تبقى مبنيه صح، ليها جذر حقيقي، هيستوري انا ما شفتوش صحيح كمشاهد او كمتلقي، بس في النهايه مأثر على شخصيه البطله. فبالتالي لا، انا شايفه ان ممكن نروح لمناطق كمان ارحب من كده كتير. يعني السنه اللي فاتت فتحت الوصايه منى زكي، فكره ان هي تروح نشوفنا التفاصيل صحيح. معاناتها في ان تلاقي علبه حليب لابنها، ده ادى غنى صح، وادى مصداقيه كتيره جدا أيوه. للبطله بتاعتنا. فاعتقد ان السنه دي وبين كمان اماكن الضعف اللي بتبقى موجوده في المجتمع من مشاكل ما بتتحلش وبتاخد وقت، وبالتالي المسلسل عمل الحقيقه يعني عمل شيء كويس قوي لقانون الاحوال الشخصيه دحين. وده كان مهم قوي يعني. طيب خلينا نروح لدراما 2024، احنا لسه ما شفناهاش، ولكن خلينا نبص بشكل عام يعني حتى لو الاطار احنا برضو احيانا نحتاج للاطار الكوميدي. يعني خليني اقول مثلا انه مراتي مدير عام، طبعا الاديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، فيلم مهم ولكن اتقدم بشكل كوميدي. فاذا انا ممكن حتى اتناول قضايا مهمه فيها لايت كوميدي توصل برضه توصل الرساله. ده اكيد. احنا كل افلامنا القديمه كان دايما يبقى فيها مضمون. ام العروسه كان فيها مضمون شديد الخطوره، فكره تجهيز الفتيات وفكره المعاناه الشديده، ان انا اقدر ازاي ابقى شوفي تنبأ بالنمط الاستهلاكي من قبل ما يحصل ده اصلا. صحيح. من قبل الانفتاح، واللي هي قوه الموظف يتحمل ايه بالظبط كده. فانت ساعات الدراما بتسبق الحكايه بكتير جدا من قبل ما يحصل التمخض السياسي ده او الانقلاب او حاله التحول. اللي هو ده ميزه الدراما، ان انا برمي سبوت خدوا بالكم ان احنا رايحين لفين. فالكوميديا بتبسط الموضوع اكتر واكتر من غير ما اقول كلام قوي وكليشيهات وحاجات، لا انا بخلي الموضوع يبقى من تحت الجلد. ولا هي ماده جذب، انا كمان هل انا هنا ببقى عايزه اودي رساله للمجتمع؟ انا عايزه اشد المشاهد بدل ما افضل اديله عارفه اللي هي الدروس المستفاده فيزهق مني. والناس برضو علاقتها بالمسلسلات علاقه فيها متعه وترفيه بالدرجه الاولى. وهل هي برضو ذكاء ان انا في الترفيه هحط الرساله اللي انا عايزاها؟ وبالذات لما الشعب المصري تحديدا هو زي ما بيقولوا ابن نكته، او شعب بيحب الضحك جدا، مالناش في النكد صح. ما بنحبش الهموم والحاجه، اول ما تلاقي حاجه دارك او غامقه الشعب اوتوماتيك بينفر منها، مالناش في كده. فبالتالي ابسط حاجه تخش قلبنا هي فكره الكوميديا والضحكه الحلوه. وعشان كده اظن ان احنا بنشتاق لما بيبقى في سيزون ما فيهوش كوميديا، لا بيبقى الموضوع قاتم وسخيف. طب السنه دي خلينا نقول برضو من الدراما النسائيه، خلينا نقول نيلي كريم اللي اعتدنا ان نيلي بتقدم موضوعات مهمه، والحقيقه بقى لها كذا سنه بتعمل موضوعات تقيله. يعني امل فتن حربي، السنه اللي فاتت كان عندها الميراث في الصعيد، السنه دي قررت تروح حته تانية خالص وتعمل فراوله، حاجه كده فراولايه بس حاجه دمها خفيف جد. نيلي قالت لي انها بتتكلم عن الطاقه بالظبط، يعني وطبعا معاها يعني مش معقوله، يعني شيماء سيف دي اصلا فظيعه، يعني حاجه كوميدي. بس نيلي قالت لي انها بتتكلم على الطاقه الايجابيه وعن الطاقه وده موضوع حلو. ده رساله اليومين دول، لان في وسط الاحداث اللي بتحصل عالميا وسياسيا ودوليا، انت ما قدامكيش اي سلاح اخر غير التفاؤل، غير ان بكره احسن، لان دي في حد ذاتها طاقه جذب. صحيح. فانها تعمل ده كمان جنب صانع البهجه، فانت هنا عملتي بالانس الراجل والست. أيوه. الاثنين بيدعوا جنب عتبات البهجه هي بالزبط. كمان فانت الاثنين بتقدمي او بتجذبي الطاقه الايجابيه والتفاؤل والمحبه والضحكه الحلوه. فاظن انها رساله عارفه هي فكره بس تعالوا هنضحك وكده، بس تعالوا اسمعوا شوفوا هنقول ايه. نفس الشيء هو ذكاء ايضا من ريهام حجاج، الفنانه ريهام حجاج لما عامله صدفه السنه دي يعني
واحنا برضو تغيير. مرتبطين بالصدفه بعضش احنا كلنا يعني لما بنضحك ونعمل وكده بالظبط. ده ذكاء كمان من ريهام، هي بتغير جلدها خالص. والتركيبه اللي حواليها كمان واضح ان احنا رايحين لمنطقه جديده وحلوه لريهام. رحنا سيبنا المنطقه بتاعت بنت الناس، الست الراقيه، الست الغنيه، لان ده كان بيعمل جاب بين المشاهد وبين النجم. صح. لاني بحس ان انا، طب انا بلبس ده فين؟ الستات دي فين؟ لكن لما تبقى ست من جوه البيت ونفس طريقه كلامنا او حتى من الطبقه الشعبيه، فبالتالي ريهام راحة دلوقتي لمغامره انها لستات مختلفه. هل هتعرف تكلمهم ولا لا؟ يعني مثلا المأخذ السنه اللي فاتت لناري كريم ان ما تروحيش لجمهور مش بتاعك، جمهور الصعيد متعود على نمط معين وستات معينين يكلموه ورجاله ليهم اداء وتون مختلف، فقالوا ان نيلي كريم خسرت لما راحت لمنطقه مختلفه لجمهور جديد. بس هي من حقها كممثله كمان تجرب مناطق مختلفه. المره دي ريهام حجاج هل هتنجح انها تروح للطبقه الشعبيه؟ لان هي اساسا قدمت اكتر من عمل قبل كده كانت منتمي للطبقه الشعبيه وكانت محققه معاهم تماس. هل لما ترجع لهم دلوقتي هتعمل لنفس الإجابة ده؟ عارفة بقى هتبقى أول ما تبدأ الأعمال يعني هنشوف. طيب خلينا نروح فاصل، وبعد الفاصل كمان نشوف عودة غادة عبد الرازق، وموضوع كمان موضوع مهم وموضوع فيه جدل وفيه جذب كتير. خلينا نتكلم أكتر عن الصورة النسائية وأيضا وجود المرأة والبطولة النسائية في رمضان 2024. فصل قصير وفي ضيفتي الناقدة الفنية دعاء حلمي، أعود إلينا. رجعنا تاني مع حضراتكم بنتكلم عن الدراما النسائية. كنا بنتكلم على صيد العقارب وعودة الفنانة، يعني مش عودة، هي طبعا موجودة الفنانة غادة عبد الرازق، ولكن نقصد ان هو بقى لنا فترة ما شفناهاش في مسلسلات رمضان. ده حقيقي، لان هي ليها طلتها بصراحة. يعني بتسيب فراغ. المكانة دي بتاعت الست القوية، الست المتحكمة، الست المسيطرة، ده شوية ما بيبقاش عندنا في الدراما بشكل كبير. يعني الحقيقة هي تحس انها مكملة لمشوار نادية الجندي. فان انت بتكتسبيها في الدراما، ليها طعم وليها بصمة وليها روح. فالحقيقه يعني عايزه اعرف صيد العقارب ايه الحكايه؟ يعني مين فيهم اللي بيصيد؟ اعتقد ان هي موضوع اجتماعي، في قصه مثيره للجدل، في ورث، في قصه كده. يعني تحبي نشوف البرومو؟ نشوف البرومو مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. نشوف. انا سبت شغلي كله مع العقارب، والحكايه دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانيه تتلدغ. لا تخيل بقى هتدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية. عايز ايه انت؟ الوضع على رجلي عشان تسامحك. انا مش هرحم حد. يا شغالة صراحة. ابو الحل يموت. احنا في حرب. طول ما احنا عايشين محدش هيهوبنا هيتب. بسبب جلالة الله. ما أروح لحد فيكم. ولادي زي لغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. بس روح من الغريب. لو ده روح حد ياسين، ما هتكفيني عيلة الغول كلها. كلها. عودة غادة عبد الرازق، شايفة ازاي صيد العقارب؟ متحمسه لي جدا. فكره الميكس ما بين الصعيدي واللهجه المصريه دي في مسلسل واحد، وعوده احمد ماهر كمان، هذا النجم القدير الحقيقه. طالع والد غادة عبد الرازق كان معانا النهارده على التليفون. ياه طب كويس، دي هي غشينا اهو حاجه. ايوه فده معناها ان في ثراء في الحكايه. الميكس ده نادرا ما بنلاقيه. فمتحمسه جدا. وهنا قمه النجوم، يعني انا سعيده كمان بانه نجوم لهم هذه القيمه. يعني احمد ماهر قيمة وقامة وخبرة وتنوع، وجوده برضو أنا بحب فكرة الأجيال الموجودة على الشاشة. هو ده المزج ده العظيم. لأن دايما كان عندنا مشكلة في فقر في كتابة الجراندات. الجراند ده بيبقى البابا والماما، بيبقوا الاثنين صباح الخير وتشربي ايه، ويعني تحس ان الأب والأم وما لهمش أبعاد، مفيش حاجة. أيوه. ما عندهمش مشكلة، ما عندهمش موضوع. صح. ففكرة ان انا اهتم بالأدوار الثانوية تحديدا الجراندات او السن الكبير، ده بيدي ثراء وتقل للعمل بشكل غير طبيعي. صح. فشوفي هنا المبارزه بين اتنين، فتحس ان انت داخله على منافسه شرسه. ايوه. فمبسوطه بالاختلاف ده.
السر الهي بقى روجينا. وروجينا الحقيقه قدرت في سنوات كثيره جدا انها اولا يبقى لها جمهور، انها تبقى يعني الست الشعبيه القويه او الست المراه المعيله القويه. صحيح. وده برضو ذكاء من روجينا. روجينا كمان حافظه على جمهورها. ونفعها كمان فكره المسرح، انها زي ما بيقولوا من خلفيه مسرحيه او مسرحجيه، ده بيديها فكره التنوع في اداء الشخصيات، ثقه في نفسها. انا بحب روجينا في ادائها التمثيلي. متمكنه من ادواتها، صحيح كانت تحس ان هي ما كانتش لاقيه نفسها او ما كانتش لاقيه حقها بشكل كبير، بس عجبني ثباتها وان هي بدات تكون قطاع من الجمهور اللي بقى يثق في اختياراتها. فمبسوطه بروجينا كممثله انها بدات تاخد حقها. وتبقى بتقدم كمان موضوعات لجمهور هو منتظر هذه الموضوعات. نتابع سر الهي، ايه رايك؟ نشوف سر الهي. اولا عاجبني الشطرنج، انا احب المراه اللي بتلعب شطرنج، انا بلعب شطرنج كويس قوي، فبحس ان هي مباراه في الذكاء، وواضح ان ده واضح في العمل اللي هو كش ملك، يعني عارفه الفكره. لان هي الحقيقه ان الحياه كلها بتتلخص في هذه الرقعه المربعه، فكره الابيض والاسود، انجلز اند ديفلز، فالموضوع تحس ان هو في عمق في الحكايه، والاسم كمان ملفت. فكره ثقتها في نفسها ان البرومو هي وافقت ومرايتها، فده اللي كنا بنقول عليه، فكره ثقتها في نفسها دي فرقه كتير. اسامي المسلسلات السنه دي كلها تحس انها بترمي حاجه كده عايزه تشوف ليها موضوع. عجباكي الاسامي؟ الاسامي ملفته. يعني زي سر الهي، انا عايزه اعرف ايه هو هذا السر الذي تحمله تلك المراه. في كمان عندنا لحظة غضب صبا مبارك، وصبا مبارك عاملة نجاح اليومين دول، فهي تستثمر النجاح في وجود عمل في رمضان؟ أنا استغربت إن المسلسل اللي هيتعرض على ووتشيت، وده شيء لطيف جدا، إن أنا كمان في المنصات بقت بهتم بالمسلسلات ذات الطبيعة المختلفة. فأنا نشوف صبا مبارك في مسلسل 15 حلقة، هي ومحمد شاهين، يعني مش نجوم كبار زي ما متعودين في رمضان، وده كذلك في مسار إجباري لأحمد داش وعمر عصام، فواضح ان في كمان انا ببتدي ارمي كده واجس نبض ايه الاخبار، المشاهده هتبقى عامله زي في رمضان للمنصات. هل الناس هتبقى متحمسه تشوف الستايل المتميز للمنصه، فكره التجريب وفكره انت حره من القيود وفكره ان انت متحرره من فكره النجم اللي لازم من الجلده للجلده، فمنطقه المنصات دي وكانها حقل تجارب. بجرب فيه واشوف نسب المشاهدات ايه، لان بالزبط. الموضوع بيبقى واضح. ايوه صحيح. المسلسل حقق نجاح ولا ما تشافش بالشكل الجيد. ايوه بالظبط. فمغامره لطيفه ان احنا نجرب فيها عشان تبقى تيست لصناعه نجوم اخرين. لا، وفكره كمان انه واتشت مش بس بتذيع المسلسلات الموجوده على الشاشات، لكن كمان انتاجها هي، يعني فده برضو مغامرة. اعتقد واتشت بتبقى نجمه في رمضان بصراحه. بتتميز. في لقطات من صبا مبارك اهي كمان واحنا بنتفرج، واعتقد انه السنه دي انت شايفه ان المراه في تنوع. حقيقي. نقدر نقول في تنوع كبير يعني. لكل الفئات. هو الحقيقه ما هو تمكين المراه اللي اعلن عنه السيد الرئيس، الحقيقه ان هو ارهاصات الدراما بتبين ان حقيقي تمكين حقيقي ومش تمكين من على الوش يعني. فده واضح. دي حقيقه، هم حتى لو سالوني هيقولوا ان انت جبتي ناقده مش ناقد. أيوة. يعني للحديث عن المراه، هي مش بالدرجه كده، ولكن حقيقي احنا يعني محتاجين نشوف المجتمع كله يشوف المراه اصلها يعني داعم اساسي رئيسي في اي مجتمع. فوجودها والاهتمام بيها مهم، ده غير بقى البطلات اللي هيشاركوا في الاعمال اللي موجوده الثانيه، حتى وكان البطل بطوله ذكوريه، ولكن المراه مهمه، وجودها مهمه وصانعه ومؤثره، لان الحياه لا يمكن تخلو من المراه. ففكره ان انا اخلي البطل منزوع الحاجات زي ساعات كتير في السينما للاسف، ان دايما الست بتطلع الورده في عروه الجاكيت كده للبطل انها بس ايه تحبه وتقول له كلام حلو ولطيف وبتاع، لكن فكره ان انت تبقي مناصفه او المفروض ان البطوله تبقى ممكن نسائيه، فبالتالي انت لا، انت صانعه قرار زي ما بيحصل في الحياه. فهو ده، ان الدراما ما ينفعش تبتعد ابدا باي حال من الاحوال عن البيوت الطبيعيه.
أيام قليلة ويبدأ الشهر الفضيل بإذن الله، منافسات وإنتاج وشهر الفرحة، والمتحدة تتحدى نفسها هذا العام بالتنوع. إيه العنوان أنت كناقدة تقدري تقوليه قبل ما نبدأ الماراثون الرمضاني بالدراما؟ إيه العنوان اللي أنت شايفاه ولسه يتحقق أو يبقى فيه تفاصيل أخرى؟ أنا شايفة أن الدراما بترجع لبيتها المصري بقوة، وعندي مؤشرين دول واضحين جدا، غير عودة طبعا عدد من المخرجين. يعني أنا مبسوطة بعودة محمد علي المخرج، مبسوطة بعودة مجدي أحمد علي، عمرو عرفة، نادين خان، في عدد من المخرجين بنضخهم كده. مجدي أبو عميرة، مجدي أبو عميرة طبعا أنا سعيدة جدا بعتبات البهجة أن هو يرجع لنا تاني، ده تمام وموافق عليه جدا. بس عودة الدراما التاريخية لبيتها لمنشأها لبيت الحكاية المصرية، ده بالنسبة لي مؤشر قوي جدا إن الريادة كانت في مصر ورجعت لمصر وهتفضل في مصر. يعني أكيد أنا وقتي انتهى، وانت عارفة المخرج يعني ما بيبطلش يقول لي انتهى انتهى، فخلاص يعني هتحسي إنه إيه يعني ساعة الفطار رمضان بكرة. رمضان بكرة ساعة الفطار. بشكرك شكرا جزيلا دعاء، ان شاء الله يبقى لنا تفاصيل كتير ونقف عند تفاصيل كتيره باذن الله في رمضان. وزي ما قلت لحضراتكم خلاص الشهر الفضيل ايام على الابواب باذن الله. لقائي مع حضراتكم هيكون في الشهر الكريم يوم الاربع والخميس، اكيد هنتكلم عن فقرات التاسعه، ولكن هيكون لنا لقاءات واحاديث طويله جدا عن الدراما المصريه. هاخد جمله ضيفتي الكريمه الاستاذه دعاء حلمي بانه الدراما المصريه تعود الى بيتها، بيت الحكايه الروايه. احنا شعب بنحكي وبنحكي حاجات كتير، نحكي بكوبايه شاي حلوه، نحكي واحنا قاعدين في اللمه على الفطار، نحكي في لمه عيله، نحكي في الشارع، احنا اللي بنحكي طول الوقت. كل سنه وانتم طيبين باذن الله، اشوفكم اليوم الاربع القادم، وساعتها هنكون بعد الفطار ويكون معانا كوبايه شاي وشويه كنافه حلوه، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا دعاء، كل سنه وانت طيبه، حسستك برمضان صح؟ جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وتصبحوا على الف خير.